هذا يسأل عن اللي يقول أنا ما أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، وأما السنة فلا يصدق بها، هذا كافر، هذا كافر، لأنه كذاب ما يصدق بالقرآن. القرآن أمر باتباع السنة، قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن أمرنا باتباع السنة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بل يقول أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة، هذا كافر بالكتاب والسنة، لأنه لم يصدق القرآن. القرآن قال الله فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه. من هو؟ الرسول. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذي لا يصدق بالسنة هذا كافر، كافر حتى بالقرآن. نعم.